احساس كبير يعني، لا الاقي البيت النادي الاهلي يعني عيلته بتساندني، وكمان عيلته كمان مصرفاني وانا داخل. بصراحه يعني الكابتن محمود الخطيب استقبلني استقبال حافل، استقبال حافل يعني، استقبال حافل يعني حضرتك. صح، احساس الابن والقائد والاب احساس كبير برضو، اللي اكن سياده الرئيس اكنه ابويا، اكنه يعني اب كبير على الشعب المصري وعلى سوق القدرات الخاصه، لدعم كبير دعم لسوق القدرات الخاصه ودعم للرياضه المصريه والرياضه العربيه. انا اوعد الاهلاويه ان شاء الله يعني ان انا ابدا بقى مشوار البطولات، مشوار البطولات لغايه ما اوصل بقى للاولمبياد كمان. بحب بقى الكابتن حسين السحات، الكابتن عبسه، الكابتن محمد شريف. بطولة السوبر دي المفروض بقى يسدوا حيلهم اولا، وثانيا برضه كمان لازم يدرسوا نقط الضعف ونقط القوه عند الخصم. طبعا الاستجابه كابتن محمود الخطيب يعني حاجه مبهره طبعا، واحنا ما كناش متوقعين الاستقبال دوت، وربنا يكرمه ويوفقه ويبقى يعني عون للولاد دول. احمد هو بيحب رياضه السباحه وكان متفوق فيها، بس هو موضوع كورونا وكده والظروف دي فيعني جسمه وزنه زاد شويه، فطبعا قعد، لكن هو راعي للسياحه السباحه، رياضه السباحه، وفي نفس الوقت بيحب بقى الالعاب الثانيه خصوصا كره القدم. ان شاء الله ربنا يوفقهم جميعا باذن الله، واحمد ان شاء الله يعني هيبيض وشهم، لان هو عنده اصرار وعزيمه ان هو يبقى حاجه. والله هي كانت استجابه فوريه، احنا اول ما خلصنا الحفله لقيت تليفون وقالوا لي احنا تبع النادي الاهلي واحمد خلاص عضو معانا، وان شاء الله الكابتن الخطيب مستنيه بكره الساعه 1. اي حسيت ان هو بيت الكرم يعني، بيت الكرم.